صافي خليك خليك ولد واحد شنو واحد ترى شد انا العربي راه خليها فيديو خليها فيديو خليكم الدراري بلاتي إذن بعد قليل سنواصل توزيع الجوائز على الفئات الأخرى. السلام عليكم. سلام. الأخ قدمنا الاسم والمؤسسة. أستاذ بالعرف ثانويت بن خلدون، عضو الفرع الإقليمي للرياضة المدرسية بميرد الجديدة، وعضو الفرع الجهوي بأكاديمية ديال الأكاديمية ديال الجهاد الكبار عندها. واش المناسبة وشكون المشاركين في هذه المناسبة؟ المناسبة وهي بطولة إقليمية للعدوري في كيشاركوا فيها جميع التلاميذ اللي هما متواجدين بميرد الجديدة. اسم رشيد بن الغيث، الأمين المال الفرع الإقليمي للرياضة الجديدة. المناسبة الوجود ديالكم؟ المناسبة ذكرى المسيرة الحمراء وعيد الاستقلال. الفرع الإقليمي للرياضة الجديدة كينظم البطولة الإقليمية للعدو الريفي بتاريخ 26/12/2013. طبعا الحال الفرق المشاركة هي فرق من مختلف الجماعات التابعة لإقليم الجديدة. وبعدها غتكون البطولة الجهوية اللي غتجي في نفس المكان أي في ملعب الخيول يوم 4/12/2013. هذه غتكون مشاركة الأقاليم الأربعة أي إقليم جديدة، إقليم ثلاثة سيدي بنغور، إقليم آسيا وإقليم اليوسفية. كل هذا يكون في إطار ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال. السباقات كتجي في مئات الملاعب ذكور. آخر سباق. آخر سباق هو ديال الفتيات. وطبعا حاكي هناك ذكور واناث خصصت لهذه الفئه جوائز قيمه جدار رياضيه ميداليات وكؤوس. نتمنى ان تكون عندنا حصري ضمن الجميع ونعمل على رفع من هذه الرياضه بالمدينه كلها. سي بلغيت بالاضافه لهذا العمل كتقوموا به كنظن انتم مدير في شمن الثانويه؟ مدير اعداديه المنار حاليا وانا شاركت في البطوله المدرسيه في 79/82 في البطولة الوطنية المدرسية في مدينة مكناس. وكانت فترة مناسبة اللي فيها عويطة هذيك الفترة. كان أبدا واحد البلاء حسن في هذه الرياضة. نتمنى أستاذ عمر عنده شي كيف جرات اليوم؟ عنده ومام طو كيدير معنا زوج دو باركور. سمعت الثانوية ديال سيدي عبد سيدي عبد ربحات شكون اللي ربح؟ البراعم دو كور داو سوق عندنا واحد اللي جات تروازيام. اش المناسبة درتوا هذا السباق هذا؟ دابا بالنسبة للبطولة الإقليمية المدرسية للعدو الريفي. أنت؟ مع النيابة. أنت مشرف على؟ أنا أستاذ التربية المدنية وفي نفس الوقت مع اللجنة المنظمة ديال السباق. شكرا لسي فرساد. شكرا الأعضاء؟ أعضاء ديال الفرع الإقليمي ديال النيابة الجديدة كاين الأستاذ رشيد بن الغيث، الأستاذ الهلالي، محمد العسان، الأستاذة الشميطي خديجة الشميطي. هادو هما اللي كيشرفوا على التظاهرة كلها. شنو تضيفوا لنا شي حاجة؟ بالنسبة للبطولة الإقليمية، البطولة الإقليمية هي كتأهل من البطولة الجهوية ومن بعد إلى البطولة الوطنية. أخ كيفاش ما تضيف؟ إحنا الآن بصدد تنظيم البطولة الإقليمية للعدو الريفي اللي كتشارك فيها أغلب مؤسسات ديال التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي. وبالتالي إحنا في واحد الجو رياضي وتربوي بهيج. ما عندناش مشاكل والامور كتدوز في امان. الجو اللي مر في السباق كيف كان الجو؟ لا الجو ديال البطوله مر بواحد الاجواء جد منتظمه، كاين بيضاء، كاين الدراري فرحانين، وهذا هو الهدف ديالنا هو يكونوا التلاميذ فرحانين. بارك الله فيك.